تعالوا دلوقتي نتكلم عن الحدث الأكبر اللي واخد مساحة من الناس وتفكيرها ومساحة من السوشيال ميديا يعني غير طبيعية، مساحة كبيرة جدا. أكيد هتكلم على موضوع عمرو دياب والرجل اللي عمرو دياب صفعه بالقلم. طيب أنا نزلت فيديو على الصفحة بتاعتي والناس ما فهمتش قصدي صح، فخليني ايه، انا دايما بحب اتكلم في الحلقة اصلا، مع ان الناس دايما تقولي لا اطلعي على السوشيال ميديا، اعملي لايفات كتير، اتكلمي مع الناس، الناس بتحب، انا بحب اتكلم في البرنامج بتاعي الصراحة، فخليني اوضح الرؤية كلها هنا. في معلومات جات لنا الاستاذ محمود شومان وهو من فريق الإعداد وهو رئيس القسم السياسي في القاهرة 24، جات له معلومات إنه هذا الرجل شغال في الفندق، هو بيشتغل في الفندق عمالة مؤقتة. دي بقى المعلومات اللي عندنا، المعلومات الحقيقية اللي عندنا إنه الراجل ده شغال عمالة مؤقتة في الفندق، شغال، وده مش عيب على فكرة، ده حاجة جميلة جداً، الراجل بيشتغل يعني، ولكنه بيشتغل عمالة مؤقتة في الفندق. كمان توصلنا لإيه؟ توصلنا لدفتر الحضور والانصراف، توصلنا لدفتر الحضور والانصراف اللي ماضي عليه هو بنفسه، أهو قدامكم، هو ماضي إنه هو مشي الساعة 8 أو 8 ونص بالليل، خلاص خلص الوردية بتاعته، الوردية بتاعته في الفندق خلصت، تمام؟ تمام، دي معلومة انه الراجل ده شغال في الفندق عمالة مؤقتة، ممكن يكون شغال ويتر، شغال اي حاجة تانية، مش عيب، حاجة حلوة جدا، ومشي مضى انصراف الساعة 8:30. تمام، تيجوا نقول الخلاصة على طول، بما اننا في خلاصة الكلام تعالوا نقول الخلاصة. الخلاصة انه الفنان الكبير عمرو دياب غلطان جدا بشكل كبير. وتعالوا نقول معلومه تانية عن عمرو دياب، عمرو دياب لا يجيد التعامل مع الناس، ما عندوش الفن ده، ما عندوش الحته دي، يمكن من زمان هو مقل في ظهوره، ما بيحبش يظهر في برامج، ما بيحبش يتكلم، هو عارف، هو بيطلع يقول يا جماعه انا بغني بس، هو بيقول كده. فهو فن التعامل مع الناس مش شاطر فيه قوي، دي حقيقة واضحة مش هنقدر ننكرها. حاجة تانية معلومة عن عمرو دياب، دي رؤيتي أنا الشخصية، عمرو دياب مش مطرب شعبوي، مش مطرب بتاع الناس كلها، يعني أنا بشوف عمرو دياب مطرب النخبة، بعض الناس مش كل الناس، يعني ممكن يكون واحد زي عصام صاصة أو غيره في الشارع المصري دلوقتي بيتسمع أكتر من عمرو دياب وغيره على فكرة. فهو مش مطرب الناس كلها، أنا بشوفه كده، مطرب نخبة من الناس. ولكن عمرو دياب عند ناس كتير جدا مننا ذكريات أصلا، يعني مفيش مناسبة تفتكرها أو حدث تفتكره أو سفرية غير انه عمرو دياب هيكون شريك فيها، لان انت كنت تسمع اغانيه طول الوقت. عمرو دياب شخص ذكي جدا جدا، يعني الناس اللي بتتعامل معاه بيقول لك هو من اذكى الناس اللي احنا شفناها، وشخص ذكي. بدليل ايه؟ بدليل ان هو قادر يكون على القمه للسنوات دي كلها. كتير بقاله كتير. فهو شخص ذكي جدا. لكن ممكن يكون مش ذكي في التعامل مع الناس. تمام؟ مش ذكي في التعامل مع الناس، دي حقيقه. طيب حصل كذا موقف لعمرو دياب قبل كده على مدار الكام اسبوع او كام الشهر اللي فاتوا بيتعامل مع الناس بطريقه مش كويسه. في فرح من الافراح الثانيه كان في حد من اعتقد مهندسين الصوت او الناس اللي مسؤوله عن الصوت والسماعات وكده، كان بيعمل حاجه تحت امله مش حلو ان انا اتعامل مع الناس كده، مش حلو، هننكر مش حلو ان انا اتعامل مع الناس كده. في موقف تاني برضو اتصور له وبيقول للسائق بتاعه فين الكذا بتاعته وشتمه، اسلوب سخيف
مش حلو ان هو يقول كده برضه. فباين من فتره ان تعاملاته مع الناس مش احلى حاجه. اللي لفت نظرنا قوي في الفيديو بتاع الصفعه التلقائيه، في تلقائيه انه ترخ بسرعه بدون تفكير. فسرعه الضرب دي برضه لو بتدل، او انا اعتقد كده، لو بتدل على حاجه بتدل انه في تلقائيه قوي في الضرب وكانها حاجه عاديه. طيب فده بالنسبه لعمرو دياب، في سرعه في الضرب. في حاجه تانية عايزه اقولها، اصلا جبر الخواطر ده مش كل الناس بتعرف تعمله، مش كل الناس بتعرف تعمله على فكره، مش كل الناس بتعرف تجبر بالخاطر، مش الناس كلها بتعرف تعمل كده. نروح بقى للرجل اللي تم صفعه، الشاب اللي حصل فيه كده. انت غلطان، انت غلطان برضو، انت كمان غلطان على فكره، انت كمان غلطان، لانه انت حطيت نفسك في موقف ما كانش لازم تتحط فيه. وهو عمرو دياب او غيره يعني ما هياش ميه المحياه عشان اقف اتصور معاه واوقاتل لهذا، عشان لهذا الحد ان انا اتصور مع عمرو دياب. مش لازم على فكره اتصور معاه، ما هو مش هيحييني يعني. فتصرف غلط منك، ان انت بقى مش معزوم، انت مش معزوم، هننكر حاجه زي كده، ما انتش معزوم، ولكن دخلت نفسك تشوف الفنانين وكذا وكذا، بس انت مش معزوم. طب انا مش معزوم ونفسي اتصور مع الفنانين، فهطلع على الستيج، الستيج ده بيقف عليه العريس، العروسه، والد العريس، والده العروسه، الناس يعني المقربين جدا. فان انت تطلع كمان على الستيج اللي فيه عمرو دياب واقف فيه العريس والعروسه، يعني مش اي حد يعرف يعمل ده، مش اي حد عنده الجرأة ان هو يعمل ده. فانت طلعت وقمت ماسكه من وسطه جامد، بتشده كده وبتشده كده وبتشده كده عشان يتصور معاك. مش كل الناس هتعرف تتقبل منك ده، في حد ممكن يتقبل، في نجم بيتقبل على فكره، في نجوم بتتقبل ده وبصدر رحب جدا وبيجبره الخواطر جدا، في ناس تانية لا، هو ما بيحبش حد يلمسه قوي، هيشوف ان ده تلامس، لا ما تلمسنيش. في ناس كده، في ناس كده، وفي ناس كده، بس لا، اصلا احط نفسي في موقف زي ده ليه؟ واطلع على ستيج وادخل وانا مش معزوم، ماشي نفسي اتصور مع الفنانين مش مشكله، لكن اطلع على الستيج وامسك حد بالعافيه اتصور معاه، الحد ده ما هوش مش نبي يعني، مش رايح تحج يعني. فما كانش في داعي اصلا ان انت تعمل كده. وانا بشوف ان انا ما ينفعش المس حد اصلا انا ما اعرفوش، ولكن في ناس بتتعشى، عشان بس نبقى واضحين، في ناس بتتعشى، بس مش كل الناس بتعرف تجبر الخاطر برضه، مش كلهم بيعرفوا يعملوا ده. فانا شايفه ان الاثنين غلطانين، الاثنين غلطانين. يعني عمرو دياب ممكن لما كان الولد مسكه كده كان بكل منتهى البساطه زقه، نادى الامن لو سمحتوا يا جماعه انا بس مش حابب حد ان هو يمسكني، كان في مليون ألف تصرف تاني ممكن ياخده غير ان هو يضربه بالقلم بالشكل ده قدام الناس كلها. يعني الضرب على القلم بالقلم شيء مهين وغير مقبول لأي حد، وما ينفعش مهما عمل، غير مقبول ان حاجة زي كده تحصل، وخاصة من نجم كبير، ما ينفعش. طيب أقول لكم بقى الخلاصة بتاعت الموضوع ده، الخلاصة في الموضوع ده، الموضوع ده هيتلم، القصة دي كلها هتتلم، هتتلم باب ان القصه دي هتتلم، انه الفندق طرف، الفندق طرف، لان هيجي اصحاب الفرح يقولوا معلش يا جماعه احنا جينا لكم الفندق وعملنا عندكم فرح كبير جدا متكلف فلوس كتير جدا، فانتوا ازاي بتدخلوا ناس جوه الفرح احنا مش عازمينهم، ويتسببوا في مشكله كبيره زي دي. ده من وجهه نظرهم هم. فالفندق طرف في الموضوع. فهي انا اعتقد اعتقادي الشخصي المشكله دي هتتحل، هتتحل. طيب انا عايز اعرف بقى حاجه تانية، نفسيا، نفسيا ايه اللي خلى نجم كبير زي عمرو دياب محبوب من الناس كلها والناس كلها بتحبه ومتربيه على اغانيه يضرب ولد بالقلم بالشكل ده وبالسرعه دي وبالطلاقه دي عادي؟ وعايز اعرف كمان نفسيا ليه الولد الشاب ده طلع على ستيج بالقوه وبالاراده دي ومسكه من وسطه جامد عشان يتصور معاه نفسيا ليه؟ ليه؟